في وصفة جديدة من وصفات المطبخ الكويتي في برنامجنا ألف عافية. واليوم وصفتنا راح تكون شلة طماط. مكونات الوصفة: أحتاج البصل والثوم والطماط المقطع المعجون، عصير الطماط اللي هو الطماط المضروب بالخلاط، عندي اللومي، وعندي الكركم والفلفل الأسود والكزبر والكمون والملح والعيش. العيش طبعاً مغسول ومتنقع عندنا. أول شيء راح أحط الزيت بالبداية عشان أحمس البصل، أحط بس يحتر الزيت راح أنزل وياه الثوم. راح أنزل البصل، الزيت احتر عندي، بس يتحمر البصل أنزل الثوم. شلة طماطة هذه من الوصفات اللذيذة والخفيفة، ما فيها يعني أي بروتين، ما فيها لحم، ما فيها دياي، ما فيها شيء. مكوناتها مثل ما قلنا الطماط والمعجون الطماط، فراح تكون خفيفة حتى إذا كلتوها في فترة السحور راح تصير خفيفة وياكم. نحمر البصل عشان يعطينا الطعم الحلو لما نحط باقي المكونات، بس يبيلها صبر شوية، يبيلها الطماط والمعجون وعصير الطماط يتسبك ويانا عشان يعطينا الطعم الحلو. نخليه ونقصر عليه ونخليه على طول لين ما يذوب كل شيء، راح أنزل عليه العيش. طبعا يبيلنا وقت لما يتحمر البصل. تحمر وياي البصل راح أضيف الثوم، بس يتحمر شوي راح أضيف البهارات، بس تطلع ريحة الثوم ويانا. راح أضيف كل البهارات اللي قلت لكم عنها. البهارات يعني شوفوا مو وايدة أساس لا يغير لي طعم العيش والطماط. تمام، الحين راح أبدي البهارات. فلفل الأسود، كزبر، كركم، يعني بهاراتي مو وايدة. هذا الخضر اللي هو بهار الخضر. راح أضيف الملح، أقلب شوي تطلع لي ريحة البهارات. بس تطلع ريحة البهارات شوية مع الحمسة الحين، لأن الشولة عندي حامية فريحة البهارات طلعت. راح أضيف الطماط، بس أخلي الطماط يذوب شوي، يعني راح ياخذ له تقريبا 5 دقائق. من يذوب أضيف المعجون وباجي. شوف شلون إن الوصفة سهلة. داب عندنا طماط نفس ما أنا أبي كذي، راح أضيف الحين المعجون. نزله على الطماط، قلب شوي المعجون. راح يطلع العيش كذي حمر من المعجون، لان هي اسمها شلة طماط. وراح انزل عصير الطماط. اذا مو حابين عصير الطماط تكتفون بالمعجون والطماط اللي انتم حاطينه تقدرون، بس هذا يعطينا طعم وايد احلى يعني حق الطبق. اخلي شويه دقيقه واحده تالي راح اضيف العيش واضيف الماي. ليمون، تأكدوا من الملح، يعني إذا محتاج ملح بعد تقدرون تحطون. الحين عندي العيش، هذا
هذا عيشنا مغسول ومنقوع. الحين راح انزل العيش. بسم الله. راح اشيك طبعا على الملح، راح اضيف له الماء واشيك على الملح. قلبه شوي بس دير بالكم لا يتكسر العيش كذي من تحت لفوق. يلا الحين نضيف للماي. بسم الله. قلت لكم الماي يكون زيادة شوي. شيكوا قلبوا. لا بعد محتاج ماي عشان يطلع لنا العيش بعد شوي. الحين اخلي راح يطبخ، اخليه يطبخ ولما ينضى ويتسكر واحط على نار هاديه واحط له حديده لغايه ما يطبخ ويتسكر ان شاء الله. نطلع فاصل ونرجع وياكم. ردينا لكم عقب الفاصل، راح اوريكم عقب ما حطينا الماي ونضى عندنا العيش وخليته على نار هاديه لين ما نضى. بسم الله. طبعا مثل ما قلت لكم العيش مو نثري، راح يكون شويه ملبوج لان شله الطماطه تحتاج هالشيء. الحين راح نشب وياكم العيش. خل اراويكم شلون شكله. راح يكون كذي مثل شويه لين. هذا عيشنا. بسم الله. راح احطه في طبق التقديم. قلت لكم هذه الاكله خفيفه حق السحور ولا الفطور لان ما فيها مثل ما قلت لكم بروتينات، ما فيها شيء، فتكون وياكم خفيفه. هذه هي كذي يبي لها نار هاديه ونحط حذرها الحديده احنا ونخليها. تبونها الين من كذي تقدرون تزيدون الماء، بس انا اشوف قوامها الحين زين. في ناس تحبها اكثر من كذي لينه، وفي ناس لا ما تحبها لينه، تسويها يعني شوي على نثري، ما تزيدون كميه الماء، تتحكمون انتم بالماء. افرشها بالصحن. النار شوي حارة. نحط اللومي فوق ونزينها الحين. هذا اللومي. نوخرها على النار شوي. الحين راح ازينها بالكزبر عشان ديكور بس، عشان يعطينا لون، نكسر اللون الاحمر بالطبق. وهذه وصفتنا لليوم، وأتمنى الوصفة نالت إعجابكم، وأشوفكم في وصفات جاية بإذن الله.